التعليم الرقمي يسمح بأن يمتلك المعلم كفايات تساعد على أن يفكر باستمرار أثناء إعداده لهذه البرامج في الفئات المهمشة أو الفئات ذات الحاجة التعليمية المكثفة أو الإضافية. استفدنا من خلال الدورة اللي احنا بنحصى عليها الآن المؤسسة الإديوكيت اللي هي المعلم الرقمي مجموعة من التطبيقات اللي بتساعدنا في إنشاء ورق العمل، إنشاء الاختبارات، تطبيق مجموعة من الألعاب وإرسالها للطلاب. بحب أنقل لكم تجربتي مع مؤسسة إديوكيت برنامج التدريب الرقمي للمعلمين. أنا بشكر مؤسسة كتير لأنها كتير استفدنا من هذا البرنامج ومن هذا التدريب، حيث إن احنا تعلمنا الكثير من البرامج والتطبيقات التي ساعدنا على تخطي المشكلات الناتجة عن الأزمات والطوارئ مثل الكورونا والحروب، حيث نستطيع تصميم وتفعيل بعض البرامج التي يكون الطالب فيها الهدف والعنصر الأساسي. دورة كانت كتير رائعة، تعلمنا فيها مجموعة من البرامج اللي بتفيدنا في التعلم عن بعد، خاصة يعني أيام أزمة كورونا كانت تلزمنا مثل هذه البرامج. تعلمنا كيف نعمل تقييم عن بعد، كيف نعمل بطاقات تفاعلية، كيف نعمل للطلاب أوراق عمل، وهذه الدورة كانت كتير رائعة، فيها برامج كتير تعرفنا عليها جديدة وكتير حلوة. التدريب استهدف مجموعة من المعلمين والمعلمات من مختلف المراحل الدراسية والتخصصات ومن عدة محافظات. الهدف من التدريب كان تعزيز مفهوم التعليم عن بعد والتعليم خلال حالات الطوارئ في المدارس وفي ظل انتشار وباء كورونا والأزمات التي تواجه قطاع غزة.